فعلا متواجدين الآن أمام معلم من أجمل وأفخر وأقدم المعالم اللي اشتهرت بهم مدينة سوسة العتيقة، ألا وهو معلم يسمى بالقصبة. احنا متواجدين في أعلى مكان بمدينة سوسة. البرج هذا اللي خذا اسم المهندس اللي أشرف على الأشغال أنذاك في عهد الأمير الأغلبي زياد الله الثالث، واللي كان اسمه خلف. إذن البرج هذا تم تشييده وبناؤه ابتداء من سنة 859 ميلادي، وهو يعتبر أقدم عنصر وأقدم جزء من المعلم الكبير اللي يحمل اسم القصبة. هي القصبة شنية؟ هي القصبة عبارة على حصن عسكري، عبارة على ثكنة عسكرية متواجدة فيها كل إمكانيات الدفاع عن المدينة. واختاروا أن يكون أعلى مبنى يعني يعلو المدينة العتيقة يكون البرج خلف، اللي جاوا في أعلاه وبناوا عملوا المنارة اللي تخدم إلى حد اليوم، اللي وهي صالحة للملاحة البحرية. ومن الأشياء اللي شوهته في وقت من الأوقات صارت من سوء الحظ يعني بعد الاستقلال، حيث تقرر تحويل جزء منه تحويله إلى سجن مدني.